مشكله الشعر الدقيق هي مشكله موجوده عند بعض الناس، اما بتكون دي طبيعه جسمهم او بعد ما بيكونوا عملوا عدد معين من الجلسات. اجهزه الليزر التقليديه ما بتقدرش تتعامل مع نوعيه الشعر الدقيق اللي هي بتكون شعره ما بين الشعر الوبري والشعر السميك، اما جهاز الكلاريتي قدر يتخلص من المشكله دي، وده لانه بيشتغل بقوه عاليه جدا في زمن نبضه قصير. مع أجهزة الليزر التقليدية دايماً بيكون زمن الجلسة مشكلة كبيرة جداً بتواجه الناس، لأن زمن الجلسة دايماً بيبقى ما بين ساعة لساعتين حسب الجهاز نفسه وحسب طبيعة الجسم. أما مع جهاز الكلاريتي قدرنا نحل المشكلة دي، فزمن الجلسة تقريباً بيكون 30 دقيقة، وفي الحالة دي بتكون المريضة تقدر تعمل أكتر من إجراء جوه العيادة، أو لو يومها مليان تقدر تعمل الإجراء وتمشي بسرعة. أكتر كومنت سمعته من مراجعينا في العيادة على جهاز الكلاريتي، أول حاجة ما بيحسوش بألم أثناء الجلسة، وده نظراً لبرودة الجهاز. تاني حاجة إن الشعر ما بيلحقش يطلع بعد شهر، وده من الحاجات اللي بترضي معظم الناس. أنت كمان شاركينا تجربتك مع جهاز الكلاريتي في عيادة ريجوليه.